امكانيه تكون لعبها الصوره لويس لافان اللي يعرف الكره الافريقيه جيدا لانه سبق له ان درب في العديد من البلدان الافريقيه في الكاميرون. هذا ميهايو كازومبي توصل الكره لبن عياده، محاوله رفع الكره بالعرضيه الاولى من بن عياده وخروج موفق لاولوندي الحارس تيبي. تبقى لفريق شبيبي نشعر الان ان فريق تيبي بدا يخرج من منطقته، حذاري عدم ترك الفراغات والهفوات وتفادي الهفوات الدفاعيه مهم جدا من جانب دفاع شباب قسنطين. بن عياده، بن عياده اللي الان يصعد تقديم ممتاز وممتاز وهينه والحارس بصعوبه، كانت الفكره جيده ضاعت من العمري السيد علي. تبقى لشباب قسنطين حذاري، انطلق اللاعب صراع وحوافز اللعب بحوافز اضافيه ممتازه. الكره هذه تبقى لشباب قسنطين، تسديده ممتازه والحارس، تسديده قويه من جعبوط والحاس يتصدى ويغلق الزاويه. تركيز امام المرمى من اجل تجسيد ما يمكن ان يكون. هذه سلسله من التمريرات وسديده عابره للدفاع بين احضان الحارس، ممتازه سلسله من التمريرات امام الكره وعدم ترك المساحه حتى يوزع كرته او يسددها. حذاري من هذه التسديدات قويه 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 عابره للدفاع ومرت جانبيه. اول تسديده في الدقيقه الأربعين من فريق تيبي، فرصه سانحه واستغلالها من اجل مباغه دفاع فريق تيبي موزومبي. كره مرتده في اول محاوله من جعبوط وتدخل موفق للحارس، اول انذار من بعد ما وصلت الكره من يطو حط كره ناحيه رفيقه يلحق عليها بالخير، بالخير بن عياده، هي كره عرضيه ممتازه من بن عياده مباشره، العرضيه والتوزيعه مباشره في شباك الحارس اولندي. وبن عياده بعد مرور خمس دقائق على انطلاق المرحله الثانيه يفك العقده ويتمكن بن عياده من فتح مجال التهديف وتهتز المدرجات. ثم كره طويله حذاري من ترويض هذه الكره، الضغط على اللاعب الذي سيستعد للتسديد والتوغل داخل منطقه العمليه. حذاري حذاري ممتازه الكره الى اين الحكم لا يقول، تعدات في ركن منطقه العمليات مهمه جدا. كره مرفوعه راسيه وفوق الاطار، جاء اللاعب من الخلف ضرب الكره لكن كانت فوق الاطار. حذاري من الكرات الثابته، يتولى تنفيذ الركنيه قصيره جدا من بن عياده اللي بالخير يرفع كورتو داخل منطقه العمليه. شباب قسنطينة ولافان أكثر ارتياح الآن بعد تسجيل الهدف الثاني من جانب فريق شباب قسنطينة. كرة صعبة إلى أين؟ الرحماني يتألق، ممتازة من الرحماني يتألق، وأول تدخل من الرحماني منذ بداية المباراة لإبعاد هذه الكرة، يلعق عليها، هي كرة ممتازة تسديدة إلى أين؟ فرصة هدف ثالث ضاعت على شباب قسنطينة، فرصة رائعة لإضافة الهدف الثالث، ولكن هنا شباب قسنطينة يتسيد هذه المجموعة ويتصدرها باسم حذاري. حذاري حذاري رحماني ممتاز رحماني، لا أريدك أن تتلقى الأهداف هنا بملعب الشهيد. سرعة بن شريفة رفيق طلب الكرة، وصلها للعمل الشديد، ممتازة هيلا رائعة رائعة ممتازة 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 ممتازة، هدف عالمي ومن ثاني من جانب فريق شباب قسنطينة. لا 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 لا، مهرجان من الاهداف من جانب شباب قسنطينة وفسحة قسنطينية في هذه الامسية الكروية الافريقية هنا بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. والعمري السيد علي يقضي على احلام تيبي مازومبي في العودة. هلالي بينية ممتازة من العمري السيد علي، فسحة قسنطينية وتوزيعة، ربما الهدف الرابع لا من الحق عليها اللاعب القاسمي، كنت اعتقد القاسمي الحق عليها لكن لم يلحق عليها قسنطينة في حذاري 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 من هذه اللقطة من هذه الكرة. عودة الدفاع يبدو لي أنها جانبية وبالفعل، ولكن الرحماني هو الذي أبعدها. فرصة سانحة لتيبي مازومبي، والحكم المغربي الجعفري نور الدين يعلن عن نهاية المباراة وفوز شباب قسنطينة بنتيجة عريضة ثلاثية كاملة أمام فريق